عايز اقول برضو حرصا من النادي الاهلي ومجلس ادارته على العلاقه بالاشقاء. النهارده الكابتن محمود الخطيب استقبل عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري الشقيق، وكعاده النادي الاهلي دائما دائما وابدا علاقاته مع جميع المسؤولين في جميع الانديه سواء مصريه او عربيه. اهو يمكن معانا على الشاشه في الاستقبال الكابتن محمود الخطيب، طبعا في استقباله. فكعاده النادي الاهلي بنقول ان هو علاقاته ممتازه ممتازه بالجميع سواء على المستوى المحلي او على المستوى العربي والافريقي او على المستوى العالمي. طبعا كابتن الخطيب بيعمل جوله مع السيد عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف في النادي الاهلي، وطبعا بيفرجوا على منشآت النادي الاهلي. طبعا مش عايز اقول ان عظمه النادي الاهلي، عظمه النادي الاهلي وبدوس عليها 100 مره، عظمه النادي الاهلي في جميع البلدان عربيه افريقيه او عالميه. كابتن شريف طبعا يعني برموزه كمان يعني طبعا عظمته بلعبته بجماهيره العظيمه طبعا ببطولاته اللي هي اصبحت بطولات عالميه وقربنا من الارقام القياسيه يعني. وقبل كل دول يا كابتن قيمه مبادئه اخلاقه ومبادئه طبعا ده اللي بيوصلنا اللي احنا فيه ده كله واللي احنا اتربينا عليه ده كله. هذا الشكل اللي انت تتفرج عليه ده شكل مش منفرد، ده شيء مش معمول عشان شخص او رئيس نادي بيكلم رئيس نادي. لا. ده بيتكلم عن كيان وبيتكلم عن مؤسسه ازاي بتتقدم. مزبوط. ازاي بتوفر للعيبه بتاعتها وبتوفر جميع السبل وجميع الادوات ان احنا نقدر نواكب السرعه الرهيبه اللي موجوده في الشكل الرياضي في العالم كله بالامكانيات اللي هي متاحه لينا. صحيح. يعني